مشاهدينا حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. بطل عليكم أنا ياسمين خريشي، كل يوم بنفس الموعد أكيد، لكن اللي بيختلف يوم عن يوم هو مواضيعنا، وكل موضوع بيكون أهم من يلي قبله. الحمد لله أنه هاي المواضيع عم تعجبكم أكيد. اليوم رح نحكي عن شيء كتير مهم، وهو عن البصريات أو فحص النظر. مش كل ما بدك مثلا تعمل فحص نظر بتروح لعند الدكتور، خصوصا إذا كان فحص النظر طبيعي أو مش طبيعي، يعني هو بس مجرد فحص نظر، ما في فحص للشبكية أو القرنية أو هاي الفحوصات اللي كتير دقيقة اللي بتضطرك أنك أنت تروح على الدكتور، فبتسحب حالك بتروح عند محل بصريات. محل البصريات يلي بيكون بيشتغل فيه هو أكيد أخصائي بصريات، بيقدر يفيدك كتير كتير بموضوع بدك تعمل نظارة، بدك تعرف ليش أنت مثلا عم بيصيبك صداع، لأنه هاي النظارة تبعتك إلها 5 سنين معك، فهو رح يعطيك الاستشارة الصحيحة. بدك تحط عدسات، هاي الأمور كلها اليوم رح نحكي عنها وعن المشاكل اللي بتخص العين. أكيد أنا وضيفي عبد الفتاح بدران، أهلا وسهلا فيك. حضرتك أخصائي بصريات وفحص نظر وتركيب عدسات، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بس عشان أخبركم أنه أرقامنا نازلة على الشاشة، وأي حدا بده يحكي معنا ويوجه سؤال لضيفي الكريم بإمكانكم أنكم تحكوني على أرقام البرنامج، وأيضا الموضوع نزل على صفحتنا على الفيسبوك، رح أقرأ تعليقاتكم خلال الحلقة أكيد، مش رح نستنى للفقرة التفاعلية. فأنتوا هلا بإمكانكم تكونوا معنا على الهواء، أنا وأنتوا بدنا نقول أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. احكي لنا أكثر، شو يعني فحص النظر؟ هو عبارة عن فحص العين، فحص الأخطاء الانكسارية في العين في حالة إنه بحاجة نظارة أو مش بحاجة نظارة، أو طبعا نستعين عن النظارة في الكونتاكت لينز. حلو. بس إنه في أوقات ناس بيخافوا مثلا، بقول لك لا خليني أروح عند دكتور أضمن لي، بس إنه هو الفحص النظر السطحي اللي أنا حكيت عنه مش بحاجة لدكتور، بيصير ممكن بأي محل. لا الصحيح لا، بصير إنه الدكتور بيستعين بفحص النظر أو بأخصائي البصريات لحتى يحدد الأخطاء الانكسارية في العين. يعني الدكتور اختصاصه في مكونات العين كعدسات العين البلورية القرنية القزحية شبكية العين الأجزاء تبعت العين نفسها. إحنا اختصاصنا إنه نفحص الأخطاء الانكسارية اللي بتصير في العين اللي بتسبب طول النظر أو قصر النظر. حلو. أو الاستجماتيزم اللي هو المتعارف عليه إنه انحراف. حلو. يعني سوري، هو هذا اللي كنا نحكي عنه اللي هو الانكسار، الأخطاء الانكسارية في العين اللي هي طول أو قصر، طول أو قصر أو الاستجماتيزم اللي هو المتعارف عليه عربي الانحراف. حلو كتير. طب خلينا نحكي عنهم واحدة واحدة بعد إذنك. قبل ما ناخذ المشاركات والمشاكل يلي عم بيواجهوها المشاهدين، إن شاء الله أنه ما يكون عندكم مشاكل. قصر النظر، هلأ نحن في المتعارف عليه أنه دائما الإنسان بعد 40 بصير عنده إجباري طول نظر، والحدا الصغير مثلا تمام صعب يكون عنده طول نظر، ولا أقل من 40 سنة. بعد 40 سنة المتعارف عليه طبعا، والطبيعي أنه بحكم السن وبحكم ارتخاء عضلات العين أو عضلات الجسم بشكل عام بصير عنده تقعر في قاع القرنية، فبالتالي بيؤدي إلى طول نظر، بصير عنده صعوبة في الرؤية للقريب. لازم هيك بعد الشغلة، لازم أو بعد الشغلة عشان يقدر يشوف أكثر أوضح. فبالتالي بنستعين عنها بنظارة، نحط له نظارة بتكون بلاس بحيث أنه يقدر يقرأ. طبعا هي في سكاجول معين أو أنه في فحص معين بنعمله للعمر، بيبدأ من 40 سنة. هلا مش شرط انه بعد الـ40 مباشره هو يعاني من هذه الشغل او يلاحظها، في ناس تستمر ل 45 تقريبا. بس هو اجمالا كل البشر حتى لو كانت عينه سليمه ما عنده اي شيء او ما عنده مشاكل بصريه في الاول، برضه راح يعاني من هذه المشكله. فهي مش يعني خلينا نحكي طبيعية صارت، انه مش عيب بصري او شيء، صارت طبيعية في كل يعني واحد ممكن تصير. هي هاي الامراض اللي بتصاحب التقدم في العمر. نعم نعم اكيد. واللي تحت الـ40 غالبا ما بصير عندهم قصر نظر، قصر نظر او انحراف اللي هو عدم انتظام في سطح القرنية، او طول نظر ممكن يكون بالاغلب عند الاطفال، ممكن يتسبب عند الاطفال، ممكن نلاقي عندهم حالات طول نظر. حلو. ممكن يكون في عامل وراثي بالموضوع؟ ممكن يكون عامل وراثي، نعم، بس بالاغلب انه يعني مش دائما بيكون عامل وراثي، لكن عامل وراثي بيلعب دور طبعا. حلو. طب ليش بالعاده اوقات مثلا الاطفال بيخلقوا في عندهم انحراف؟ لا، الانحراف غير الحول. اوكي. الانحراف هو عدم انتظام في سطح القرنيه اللي هي المنطقه الشفافه اللي احنا بنشوفها البنيه هاي، بس هي فعليا مش بنيه، هي منطقه شفافه، بيكون في تعرج في سطح القرنيه.
هذا بسبب انحراف انه الضوء اللي بسقط على العين بينزل في ما بينزلش في نقطه مركزيه على الشبكيه فبالتالي بيشوفوا بترجموا الدماغ صوره واضحه بينزل صوره مشوهه فبترجموا الدماغ صوره مشوهه. انا راح اسالك اكثر عن هذا الموضوع لانه بنتخربط نحن دائما بين الانحراف والحول والى اخره، لكن بدي اخذ اتصال من علي. اهلا يا علي، انت على الهواء يا علي، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا علي. أنا عندي مشكلة بعيني. اللي هي؟ نعم. شو هي المشكلة يا علي؟ عشان ضيفنا الكريم يقدر يساعدك. أنا لابس نظارات. قبل تقريبا 15 سنة. طبيعي. إيه. وهسه صار لي سنتين تارك هالنظارات. ليش شالحهم يا علي؟ تحب تحاوره تسأله حاجة؟ ليش شلتهم عليها؟ حدا نصحك انك تشيلهم ولا انت بطلت تستفيد منهم ولا شيء؟ لا والله صارت لي مشاكل يعني بيها فنزعتها، صار لي تهرب اكثر من سنتين يعني. ايش المشكله؟ ايش المشكله اللي عانيت منها؟ هاي صار عندي خشمي وجع، لان انا شويه خشمي كبير. اها اوكي. طيب شكرا علي. اوكي. اريد اسوي عمليه مال هاي تصفير نظر او هيك شيء. اوكي، ليزك او سوبر فيجن او وات ايفر. اوكي يا علي، ثانك يو. يا علي الواحد بيمر عليه 15 سنه شعره بيتغير لونه، فما بالك النظر يعني لازم كل قد ايه الواحد يفحص اللي بيلبس نظاره؟ كل سنه، كل 6 شهور لسنه. المفروض انه من كل 6 شهور لسنه يعمل فحص دوري لحتى يتاكد انه تغيرت او لا. مش ضروري انها تتغير للاحسن او للأسوأ. ممكن تكون استقر النظر على حد معين، بس ضروري يكون في فحص دوري. لازم دوري، فحص دوري من 6 شهور لسنه. نعم. يعني احنا ما عندنا الثقافه هاي في الوطن العربي للاسف، بس انه هو الاصول. احنا بننصح دائما زبايننا انه بنتابعهم دائما، بنعمل اتصال دائم فيهم. نعم. من 6 شهور لسنه لازم يعمل فحص دوري لحتى يتاكد وين الحاله وصلت، شو صار معه، ايش تغير شيء. المشكله اللي عند الاخ علي هون انه بحكي لك انا عندي بالمناخيري هون صارت مشكله. هذا دليل انه في تغير. سوء اختيار الفريم، الاطار نفسه. فهلا عندنا الحلول كثيره لهذا الموضوع، فمفروض انه الاخصائي اللي هو بيتعامل معه ومحل النظارات اللي بيتعامل معه ينصحه بهذا الشيء. هلا وزن النظاره بيعمل له شيء، بتكون عدساته ثقيله، فبده يستعين عنها انه ياخذ فريم اصغر بلاستيك. تيتانيوم، هلا التيتانيوم في ما له وزن. فهاي المشكله ممكن يعالجها بهذا الشيء. حلو. هلا الحل البديل على الليزر او الليزك، الناس بتفكر انه بالساهل انه انا اروح اعمل ليزر او ليزك. في فحوصات مسبقه لهذا الموضوع. صح. بتقرر هي، بتحدد الدكتور، بحدد انه هل بتناسبه او ما بتناسبه. ما في ناس ما بتناسبهم، في ناس ما بتناسبه. نعم. طبعا. حسب سماكه القرنيه، حسب جفاف العين، وفي فحوصات كثيره قبل العمليه بتنعمل على اساسها بقرر الدكتور. صح صح. فمش كل واحد بيلبس نظاره بامكانه يروح يعمل. هلا هو علي بامكانه يستغني عن النظاره بس يستخدم عدسه لاصقه اذا كانت حالته. هلا انا بس بدي عشان نكون نحن فاهمين الموضوع اكثر. هلا انا ما بعرف علي قصده انه له 15 سنه بيلبس نظارات بشكل عام، ولا له 15 سنه على نفس النظاره يعني على نفس القياسات. بالضبط هذا اللي احنا نحكي فيه. لكن اذا كان زي ما انت قلت، اذا كان هو بحس بضغط او وجع هون، بعتقد يا اما من الفريم او انه بيكون بالاغلب اذا تغير الدرجات عنده طبيعي يصير عنده صداع. يصير عنده صداع في المنطقه اللي هون مقدمه الراس. طبعا فوق العينين هون. واجمالا لا، شوف المستخدم الدائم للنظاره بحس بالفرق. طيب صديقنا حميد من الجزائر، انا بعرفه بس بده يحكي ويسلم علينا. خليني اخذ حميد بعدين اكمل مع ضيف الكريم. اهلا يا حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي سؤال الدكتور، النظريات منكم في السياره شويه يوجعوني، النظريات السياره. تفضل بس يا رب افهم. اي عبد يا حميد، السياره يوجعوني شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما فهمت شو السؤال. اوكي، حميد بيعاني من مشكله لما بسوق بالسياره. مش بيعاني من مشكله معينه، بعتقد كان لازم سالناه بنهار او بالليل، لانه في ناس عندهم مشكله بالسواقه بالليل. مش هيك؟ طب ما بعرف شو ممكن تكون مشكلته. ما بتقدريش تحكمي الا بالفحص، بس بالاغلب انه الناس اللي بتعاني بالسواقه بالليل بيكون عنده انحراف في العين، فبكون مش منتبه عليه. كبار السن بحاجه دائما. في عندنا هلا التكنولوجي تبع العدسات كثير تطور، فصار في فلاتر كثير بتصفي الرؤيه. حتى الناس اللي ما عندها ما بتعاني من اخطاء الكسر. على نفس العدسه تبع النظاره بيكون في فلتر بيصفي. حلو. لانه في كبار بالسن بيعانوا من مشكله انعكاس ضوء السياره، وهم هاي الطبقات اللي الجديده اللي قاعدين بيستخدموا، يعني في
التكنولوجي الجديد في العدسات اضافوا شغلات كثيره، فلاتر كثيره، بحيث انه تريحهم من الانعكاسات تبعت الضوء هاي. حلو، عظيم. بس لازم يكون عنده، لازم يعمل فحص نظر. نعم. لحتى يتاكد انه العين سليمه 100% ما فيها شيء. حلو. بالاغلب اللي بيعاني من الاضاءه بالليل في السواقه بحس انه زي اشعه الشمس هيك الاضاءه، ضوء السياره او شيء، في تشتت في هيك، بالاغلب بده يكون عنده مشكله. هلا كبار السن احتمالاتهم كثيره. ممكن يكون عنده طول نظر، ممكن يكون عنده انحراف، وممكن يكون عنده مشكله في عدسه العين اللي هي الكاتاراكت او المي البيضاء اللي متعارف عليها المسمى تبع المي البيضاء. ففي اكثر من احتمال ما بنقدر نحصره الا بالفحص. لازم يروح يفحص عند الدكتور. طيب حميد، ان شاء الله انه يكون الجواب وصلك، وخلينا نرجع ونكمل انا وحضرتك على ما كنا بنحكي عن موضوع الانحراف والحول. هلا الانحراف انا بقدر اشوفه؟ يعني اذا حدا عنده انحراف بقدر اشوفه؟ لا. يعني ما في علامة في العين، مش اللي هو الانحراف، هو المنطقة الشفافة، قلنا قرنية العين، المنطقة الشفافة اللي احنا كلنا بنشوفها بني أخضر أزرق، هي طبيعية شفافة تماما. اللون اللي احنا بنشوفه قزحية العين بيختلف من إنسان لإنسان حسب لون العين. هلأ المنطقة الشفافة هاي مفروض تكون مستوية تماما، سطح مستوي تماما. في حالات بتصير فيه، هي بالأغلب بدها تكون إما ناتجة عن ضربة، إما ناتجة عن وراثة، العامل الوراثي بيلعب دور كبير في هذا الموضوع. تدلي الجفنين، ممكن الضغط على العين شوي يكون، بالأغلب بيكون وراثي أو خلقي، أو إنه ناتج عن شيء معين، ما نادر ما يكون ناتج عن شيء معين. هذا بيؤدي إلى عدم انتظام في سطح القرنية نفسه. بالتالي الأشعة اللي بتسقط على العين بتلاقي ناس، يعني ممكن انه احنا كاخصائي بصريات، لانه مر علينا كثير ناس، انه بتلاقي في ناس لازم عشان يشوف يعمش عليه شوي هيك، يضغط عليهم لحتى يشوف واضح. هاي الهدف منها بيضيق منطقه البؤبؤ او المنطقه لحتى يحصر كميه الضوء اللي بتنزل على عينه. فبتلاقيه بيشوف اوضح. بهاي الحاله بنقدر نحكم على انه مبدئيا عنده انحراف او لا. جميل. بس تخصص البصريات ما كانش موجود من طول عمره، يعني كان الاكتفاء عندنا بالاردن كان الاكتفاء باطباء العيون، بعدين نزل التخصص متاخر شوي. انا بتذكر كان موجود بكليه بس بالاردن اللي هي متوسطه ايامها. نزل التخصص لانه صار لازم اي حدا يقعد في هذا المحل لازم يكون مختص مثل حضرتك. لانه بيعطي معلومه ولازم تكون هاي المعلومه صحيحه اتليست. فبعدين صار في تخصص بصريات. هلا موجود تخصص البصريات من زمان، بس في العالم برا مش عندنا. يعني كان في بريطانيا، في الهند، في امريكا، الكليات في الفلبين، الكليات اللي كانت تتخرج او الجامعات اللي كانت تتخرج هذا التخصص قليل كثير. اللي كانوا موجودين في الاردن عددهم قليل، والثقافه هي ما كانت موجوده. كان محل النظارات عباره عن بس ببيع. محل للبيع وتجهيز النظاره، بيجيب الوصفه من عند الدكتور او من عند الاخصائي، كانوا معدودين يعني. بعدين صار في التوجه من الكليه المتوسطه وعملوا التخصص هذا. هلا صار يدرس بكالوريوس وماجستير في الجامعات، في جامعه التكنولوجيا اي ثينك. في الشرق الاوسط كله عندك، بس في السودان، احنا في الاردن، في لبنان، وفي عشان هيك كانوا الاساتذه سودانيين. نعم، كانوا محترفين جدا، وناس يعني صحيح كفاءات عاليه جدا، وهم شهاداتهم كانت بريطانيه اساسا. هم خريجين جامعه الخرطوم، معتمده في الجامعه في بريطانيا. قد ايه بتعاني لما بيجيك مثلا زبون وبده نظاره معينه وبتحاول تقنع انه هاي النظاره ما بتناسبك، مش حلوه على وجهك الى اخره، انت لازم تعطيه او تنصح من هذا الموضوع وبيعند يعني. فخلص انه انت حر اعمل بدك اياه، بس ما تيجي بعدين تقول ضايقتني من هون ومضايقتني من هون. بتصير معكم كثير؟ هلا بتصير كثير، انه في ناس هو بيكون حاطط شيء معين في باله، فورم معين، شكل معين بناسب، او هو متعود على شيء معين. احنا يعني من ناحيه طبيه او من ناحيه فنيه بنشوفه مش مناسب، سواء بالحجم سواء بالوزن، زي ما كان الاخ علي قال لنا. امور كثيره بتكون غلط في اختياره، تكون النظاره صغيره او شيء. احنا بنحاول نقنعه بطريقه علميه اكثر. من كونه ان ادرى يعني هذا الموضوع. بالاغلب في ناس كثير بتقتنع، في ناس لا، بصر على رايه. فاللي بصر على رايه هاي بتكون يعني احنا بنفهمه انه مساوئها راح تكون واحد واثنين وثلاث. بالاغلب بترجع لثقته في الانسان اللي قدامه. ثقتك في الاقناع، قدرتك على الاقناع بطريقه علميه. طيب قبل ما ننتقل لموضوع العدسات، لساتنا بموضوع النظارات، بس بدي احكي او اسالك سؤال عن موضوع النظارات الشمسيه. قد ايه غلط او مؤذي اللي بيلبسوا نظارات شمسيه مش اصليه؟ كثير مؤذي اكثر من انه ما تلبسيش. هلا احنا النظاره الشمسيه في ثقافه عندنا او في معلومه عندنا انه هي صارت نوع من الموضه او فاشن او شيء.
هلا النظاره الشمسيه فعليا مش فاشن او مش موضه، هي لحمايه العين من اليو في، من اليو في اللي بتطلع الاشعه الضاره اللي بتطلع من الشمس او حتى في الظل في اشعه ضاره، يعني شمس الشتاء مزعجه اكثر من شمس الصيف بيقولوا انه تمام. هي احمى او شيء هيك انه في كميه اليو في اللي بتطلع منها اكثر من الاشعه اللي هاد اكثر من الاشعه اللي بتطلع في لما تكون السماء صافيه او شيء. هلا الهدف من النظاره الشمسيه انه تحمي العين من الاشعه الضاره هذه. النظارات الشمسيه اللي هي اللي خلينا نقول اللي هي البرانز او اللي هي بتكون اصليه مصنعه بطريقه بحيث انه تحمي العين من الاشعه الضاره اللي بتنزل اللي هي اليو في، يو في بروتكشن 400 اللي يعني لانه الاشعه اللي بتنزل على العين مش راح تكون اكثر من 400 صح. فبالتالي الاصليه راح تكون عامله فيها بلوك لهذه اليو في. هلا الاشعه سوري النظارات الصينيه او النظارات التقليد هاي وظيفتها بتنعكس بتعكس تمام عكس تماما الاصليه، الاصليه بتعكس الاشعه الضاره بتطلعها ما بتخليها تدخل على العين، هذيك بتدخل بينما الصينيه بتمتصها وبتدخلها مضاعفه على العين. يعني زي ما انت قلت انه ما تلبس نظاره بالشمس افضل من ما اني البس صيني. انا دائما بنصح زبايني ما تلبس نظاره، بضل الخطر اللي عليك يعني عادي طبيعي. انا كثير لما بلبس نظاره اذا مثلا عم بقيس نظاره او شيء ما كانت اصليه بحس هون بتقل. طبعا لا تروح تعمل لك تقل ورح تعمل لك صداع، ولو تلبسيها بالشمس لما بتساء ما بقدر اذا ما راح تقدر تتحمليها ورح تصير تحرق عينك ورح تحس عينك تعبوا كثير صار في جهد على العين وارهاق. صح. قد ايه مهم للاطفال موضوع النظارات الشمسيه؟ والله انا ما بنصح فيه للاطفال والله. مش كويس تعودوا عليه الطفل، مش كويس انه يتعود الطفل على نظاره شمسيه، لانه انت شويه يعني فيها عامل بحكم الخبره انا اكتشفته يعني اما انا ما في عندي دليل علمي عليه انه انت لما بتلبس نظاره شمسيه بتصفي تعويد، فبالتالي تقدرش تطلع بصير عينك حساس زياده يعني حطيها بزياده انت فما بدنا نعود الاطفال على الحكي هذا من صغره. طيب يعني مثلا اذا كانوا كثير عم بيتاثروا باشعه الشمس بطلع معينه او في بحر في شيء اوكي يعني ما مش في شكل يومي بس مش لدرجه لانه هو اساسا الطفل ما راح يتعرض للشمس قد ما انت بتتعرضي او انا بحكم احنا بنطلع بنروح بنيجي وهيك، فاحنا اوكي احنا ملزمين فيها شوي نحن عينينا اوكي بس الطفل وقته قليل اللي بيطلع فيه لكن خلينا نقول مثلا بحر شيء طلعه بده يقضي وقت فيها اوكي لو لبسها اما مش تكون بشكل ده يعني ما تكون اساسيه. طيب خلينا نحكي شوي عن موضوع العدسات واللي هي هلا صارت فاشن يعني اكثر، بس خلينا نحكي اول شيء عن العدسات الطبيه تمام. اللي هي بدون لون يعني بس باور. بتنصح انه حدا مثلا بيتعب من موضوع النظارات او عنده مناسبه معينه انه يستغني عنها بعدسات، مع انه دائما او مش دائما اغلبيه دكاتره العيون بتلاقي لا عامل عمليه ليزك او في سوبر فيجن او وات ايفر ليزر ولا لابس عدسات تنصح ولا لا؟ مع انه هي سوري العدسه الطبيه كثير خفيف سوفت كثير كثير ناعمه رقيقه وناعمه وطريه كثير، وانه حتى لو بتلبسيها بالعين مش راح تطلعي مش راح تحسي فيها مع الوقت مع التعويد، ممكن في ناس بتنساها وبتنام فيها صح. تمام. هلا من ناحيه طبيه ومن ناحيه صحيه النظاره دائما اسلم تمام. من ناحيه تجميليه صارت العدسه اللاصقه اجمل، يعني في بنات ما بحبوا يلبسوا نظاره، في شباب بقول لك انا ما بتقبل النظاره على وشي، بنستغني عنها وبنستبدلها في العدسه اللاصقه. هلا من ناحيه تنظيف وعنايه في المناطق مثل الخليج مثل العراق مثل في غبار وفي هذا، فما بننصح في العدسه اللاصقه لانه بتصير مشاكلها اكثر. انت حاطه شيء بعينك فممكن تلزق فيه غبار وتجرثومه شيء ما نظفتيه ممكن انه يعمل التهاب شيء نسيتيها فترتها الى فتره معينه، وهذه المشكله عندنا كثير بنعاني منها مع زبايننا انه العدسه اللاصقه لها عمر معين عمر افتراضي يعني في نوع يومي بتستخدميه يوم وبترمي، في نوع شهري بتستخدميه شهر وبترميه، ثلاث شهور سنه هيك، فبتلاقيهم انه لا بستخدم العدسه اليوميه اكثر من يوم لانه بقول لك انا مرتاح مش شايف عم تتحرك، عينه هالقد حمراء بيجي بقول لك وهذا ليش غلط. عيني حمراء وهذا غلط، فانت اذا ما كنت ملتزم في الامور الارشادات اللي بنعطيها فما بننصحه فيها، لازم يكون ملتزم يعني بدها عنايه زايده عن النظاره. هاي من ناحيه صحيه صح. النظاره ما بتحتاج تنظيف، في حالات ما بنقدر نحكي انه لا لازم نظاره في النظارة ما بتعالج هاي الحالات مثل كراتوكونس اللي هي القرنية المخروطية نستخدم العدسات لاصقة لحتى تكون عدسات لاصقة دائما بتحطوها بتزرعوها بالعين ولا لا؟ لا هو هي بتنشال وبتنحط في مرحلة من المراحل، في مراحل لا بعد هيك بصير بده لازم يشيل القرنية ويزرع قرنية وهيك.
هلا في تفاوت في العينتين، لو كان مثلا عين عنده ماينس 3 واحد معناه هذه سليمه، بتحط له النظاره راح يصير في غلط ما بيقدرش، فلازم يستخدم عدسه لاصقه. في حالات بنضطر انه نعمل عدسه لاصقه فيها، وفي حالات لا، من ناحيه تجميليه بقول لك لا انا ما بدي البس نظاره مش شايفها كويس، بدي البس عدسه لاصقه. احنا بننصحه وبنعطيه الارشادات لازم يتبعها. اغلب الناس مشكله انهم ما عم بتبعوا هاي الارشادات، خصوصا بموضوع العدسات اللاصقه يعني او عند الصبايا. بس قبل ما نحكي على الموضوع هذا اكثر، بتسائب انه ممكن حدا يجي انه عنده نقص بعين وعين لا؟ ممكن طبعا. فهذه مشكله بالنظاره رح تضايقه كثير، ما رح يكون ما رح يكون بالسهل انه يتعود عليها او انه تعطيه رؤيه واضحه، فبفضل انه عدسه لاصقه تكون احسن. طيب بدنا نحكي اكثر، بما انه الصبايا عم يحضرون على موضوع العدسات والاهتمام بالعدسات، بتلاقي العدسه بتلف على اكثر من عين الصبايا، تقولي بلوزه يعني مش عدسه وبتفوت على العين، بكثير انه ما بيعطوا اهميه لقديش العين جزء حساس بالجسم كثير حساس. لا بنقدر نحكي اكثر جزء في العين اكثر جزء في الجسم جسم حساس اللي هو العين. نعم. يعني حتى لو مستوى انه هاي العدس ما حتى لو بس هي عدسات ملونه ما فيها اي باور، ما بصير عدسه يمين تلبسها بالشمال عشان اذا في التهاب ما ينتقل والى اخره. نعم. بس ما في عنا ثقافه اللي انت اهتمي بعدساتك واهتمي باليمين تضلها باليمين، شمال تضلها بالشمال. بعتقد في الستور نفسه بتلاقي رايت وليفت، وحتى بتلاقيهم بمعظم الشركات حتى مش بس اكتفوا بالرايت والليفت، عملوا لونين ابيض وازرق، ابيض واخضر، ابيض وكذا، لحتى انت تحدد الشمال بالشمال واليمين باليمين ما تعكسيه. حتى لو ما كانت باور، حتى لو كانت كوزمتيك كونتاكت لينس اللي هي الملونه التجميليه، مفروض انه انت تكوني دقيقه جدا في انه اليمين شمال يمين والشمال شمال، لانه ممكن يكون في عندك التهاب بهاي العين لو بدك تنقليها على العين الثانيه. فنقلتي الالتهاب او الجرثومه، خسرت العينتين مع بعض. موضوع انه انا اعطي عدستي لحدا ثاني هذا مش غلط، هذا ممنوع يعني. حل. صح. لانه انت ما بتعرفي شو فيها العين، ترسبات دهنيه، شو فيها مشاكل، شو فيها جرثومه، شو فيها كذا. فهذا غلط. العدسه لازم قبل ما تلبسيها تنظفيها. وبعد ما تشيليها تنظفيها قبل ما تحطيها بالستور. والستور دائما لازم يكون نظيف، وميته لازم تتغير باستمرار. حتى في حبوب بعد زمان هذا هلا المحاليل صارت كلها اول ان وان يعني. اوكي. طيب خليني اخذ اتصال من عبد الرحمن. اهلا يا عبد الرحمن، كيفك؟ عبد الرحمن اسمعني من التليفون رجاءا مش من التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس سؤال الدكتورة عندي، انا زارع عدسة ارتزان اسمها داخل العين. تمام. يعني هاي ما فيها مضاعفات بعدين اي شيء يعني تصير؟ عدسة كان عندك كتراكت مي بيضة ولا كان عندك قصر نظر وعملت العدسة الداخلية؟ صوت غير واضح. عبد الرحمن عم تسمعنا منيح هلا؟ اوكي فصل. اوكي. هلا ممكن اذا واحد عنده قصر نظر يزرع عدسه؟ هلا في تكنولوجي جديد بيستخدموها الاطباء بانه بيزرعوا عدسه دائمه داخل العين. وكانها هي بدل العدسه العين اللي ربنا خلقها اللي هي نفس فكره العدسه اللي بنركبها برا، بس انه بتركب على العدسه الداخليه تبعت العين، بتعادل القوه اللي ناقصه عند العين. طيب خلينا نعتمد انه عبد الرحمن مركب العدسه، ما بعتقد انه حيكون ركبها عشان قصر النظر كونه التكنولوجيا هاي جديده. بلكي يمكن عشان المي البيضاء. المي البيضاء هذه حاله ثانيه، هاي برضه بعامل العمر والسن. بالاغلب بتظهر بعد سن الأربعين. وبرضه بحكم الكبر لانه العدسه نفس العدسه هي عباره عن عدسه بلوريه. في جواها سائل، هذا السائل بتخثر مع العمر مع الوقت، بيعمل غباش او بيعمل عتامه على العين. عند مرحله معينه او اذا كانت التخثرات بدات او العتمات بدات في الوسط بيعملوا له العمليه بدري، اذا كانت لا من الاطراف بيستنوا لحد ما انه بالمصطلح العام تستوي، اما هي تكون عتمت كلياتها. فهلا بشيلوا له العدسه وبحطوا عدسه جديده. الان الطب طبعا كل يوم في شيء جديد. هلا في عمليات الفيكو صارت شفط، بس بشفطها بالسرنج وبركب له عدسه المي البيضاء او الزرقاء.
المي البيضاء، المي الزرقاء غير ضغط العين هذاك. هذيك اللي بتتعلق بضغط العين؟ اه هذاك. المي البيضاء ممكن تنسحب، اللي هي العدسه نفسها تخثرت او صار فيها عليها عتمات، فصارت الرؤيه بتحجب الرؤيه، بصير يشوف زي غمامه بيضاء آه. او حتى لو عملتي له نظاره ما راح تعطيه. اوكي. فلازم يعالجها بانه يشيل العدسه ويركب عدسه جديده. بس. وهلا صارت عمليه كثير سهله. سهله. كثير سهله. الحمد لله، يعني هو كل ما تطور التكنولوجيا طبعًا. كل ما طبعًا. الامور صارت سهله عنا. طب مكملين بموضوع العدسات الملونه خلينا نقول آه. اللي هي التجميليه. آه. يعني عادي لو مثلا استعملناها مش بشكل يومي، انا بعرف صبايا صراحه ما بتنشال من عينهم، يعني وصلنا مرحله الادمان انه حتى لو رايحين السوق لازم تكون حاطه، ما بعرف هو شو الهدف يعني، بس انه كثير مبالغ فيه. هي تعودت على هيك بكون. شو المضاعفات او السايد افكت ممكن تكون؟ زي ما قلنا موضوع انه العدسه لها عمر افتراضي بخلص اذا ما التزمت فيه مشكله، لانه الماده نفسها تبعتها رح تتحلل، وفي ترسبات من العين بتطلع بتلزق في العدسه انت ما بتشوفيها بالعين المجرده، ولا انا بقدر اشوفها بالعين المجرده، فلازم تتنظف باستمرار او انها تتغير بين وقت ووقت، يعني مدتها من شهر لثلاث شهور، بعد هيك خلص ما بتنفع تستخدميها حتى لو انت شايفه انه ما فيها مشكله، لكن هي فعليا ممكن يكون فيها بس مش مشكلة. نعم عبد الرحمن رجع. طيب خلينا نشوف عبد الرحمن بده يجاوبنا على السؤال. اهلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن انت على الهواء يا عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا زارع عدسه ارتيزان داخل العين على عمود القصر، يعني على عمود القصر. عمود القصر. اوكي ماشي يا عبد داخل العين عمود قصر، عندي كان 5 درجات يعني قصر، وزرعوا لي عدسه داخل العين اسمها ارتيزان. اها قد ايه عمرك عبد الرحمن؟ اي بس اريد اعرف يعني خاف مضاعفات شيء يصير بها بعدين. قد ايه عمرك عبد الرحمن؟ عمرك يا عبد الرحمن قد ايه؟ ماشي عمرك؟ عمري 26 سنة. صغير. لا لسه صغير، هي عدسه قصر النظر اللي قلنا عليها. لا ما لها اي مضاعفات هذه والله، ما لها يعني، او لهلا ما حدا اشتكى منها يعني، ما طلع لها اي سايد. بس يمكن لانه هو كثير درجاته كثير زرعوها هلا يعني. مش شرط. نعم. مش شرط، بس هو انه اي عشان ما يلبس نظاره، ما يلبس عدسه لاصقه، وما يعمل لا ليزر حلو. ولا ليزك، لانه ما نفعت معه، بيكونوا عملوا له فحص للقرنيه فبالتالي طبقه القرنيه بتكون رقيقه او شيء، فما بتتحمل عمليه الليزر، استعانوا عنها في هذا الشيء. حلو. يعني بيكونوا مثلا هلا ما بعرف هي بيتركوها اخر خيار، هو حسب الدكتور ايش نصحه. حسب الدكتور ايش نصحه. ايوه. طب نرجع لموضوع العدسات الملونه. نحكي بالموضوع، كنا هلا بعيدا عن موضوع نظافه العدسه اللي هو كثير مهم. لكن هي يعني وجودها بالعين ساعه وساعتين وثلاثه واربعه وعشره، هلا هي انت بتحط وقت تحسها بتنشف بتلزق بعينك. هذه حقيقه، هذه حقيقة. شوفي في فحوصات كثيرة برضو لازم تنعمل للعدسة اللاصقة، وللأسف قبل ما تنعمل العدسة اللاصقة هلا بطلوا حدا يعمل البروسيجر هذا. جفاف العين بيلعب دور، كمية ترطيب العين، رطوبة العين نفسها، كمية الدم لازم تنعمل له فحص قديش كمية الدم عندها، انه هل هي عينها جافة او شيء. لما بتلبس العدسة اللاصقة العين تتغذى على الاكسجين تبع الهواء من الهواء. تمام، يعني مش هي اللي بتعمل جفاف، جفاف العين ممكن ياثر على العدسه. هلا بالحالتين نعم. ممكن جفاف العين ياثر على العدسه، وممكن انه هي تسبب جفاف العين. وممكن انه بتلاحظي اللي بيلبس عدسات لاصقه باستمرار او بطول، احنا في معلومه كثير ما حدا ملتزم فيها، ما حدا بدون استثناء يعني، انا صار لي 20 سنه في المهنه، قليل جدا ما الاقي ناس ملتزمين فيها، اللي هي انه الماكسيمم تبع العدسه اللاصقه مش اكثر من 8 ساعات. انه اكثر من 8 ساعات ما تبقى بالعين، بس فير 8 ساعات يعني اكثر من 8 ساعات. لا الناس هون قاعده بتلبسها من الصبح لاخر الليل. في ال 14 ساعه وال 15 ساعه، وفي ناس بتنام وبتصحى باليومين والثلاث، وهذه مشكله كبيره. لانه انت اصلا العين بتتغذى على الاكسجين من الهواء، فانت عم بتحطي عدسه لاصقه بتمنع الاكسجين اقل من العادي من الطبيعي، فالعين مش رح تتغذى، عشان هيك بتلاقي الاوعيه بتتمدد كثير، بصير في حمار في العين، الحمار هذا ناتج عن تمدد الاوعيه الدمويه، لانه بتحاول تاخذ اكسجين قد ما بتقدر لحتى تتغذى على العين. فانت قاعده بتمنعي كميه او بتقللي كميه الاكسجين اللي بتدخل على العين، فهذا بالتالي غلط.
نعم صحيح. هذه شغله، شغله ثانيه هي بتضغط على القرنيه فبالتالي ممكن تؤدي للانحراف او تؤدي لمشاكل في القرنيه حلو. مع الوقت. حلو. طيب احنا مكملين نحن وانت وحديثنا اكثر عن موضوع العدسات والنظارات والى اخره، بدنا نفوت ونشوف شو الاسئله اللي بعثوا لنا اياها مشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك بفقرتنا التفاعليه، خليكم معنا. رجعنا لكم عن جديد مشاهدين. هاي هي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي، الافرازات اللي بتصير بالعين هاي، بس انا مش حاسس بالعدسات، ما بعرف ليش. شو بيكون سببها؟ لا بيكون عادي من طبيعه الجسم نفسه، في او التهاب ممكن يكون، في التهاب او من انه من الميك اب او من العين، الجسم نفسه في دهني بيفرز افرازات اكثر. من انسان لانسان بتفرق طبعا. اكيد. طب مشاهدينا نزل سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، اكيد اللي بيحب يوجه اي استفسار او اسئله لاستاذنا الكريم بخصوص العين والعنايه بالعدسات والنظارات الطبيه، يعني احنا هذا هو موضوعنا الاساسي، وكيف احنا ممكن نستغني عن النظارة. زميلنا عمار عم بيحكي لي على الاير بيس انه بيلبس العدسات 12 ساعة. عمار 13 ساعة. طب لا هلا فير انه مثلا يجيب الريفريش القطرة اللي هي الدموع الاصطناعية يقطر وهو حاطط كويس، بس مش حل يعني، مش انه مفروض انه يريح العين ونظف العين. لا يريح العين، احنا بهمنا راحة العين نفسها لحتى العين تتغذى. احنا عم نمنع كانه حاطين باندج او حاطين مسكرين لانه نفاذيه الاكسجين من العدسه بيختلف طبعا من عدسه لعدسه حسب نوعيه العدسه. الواحد لما بتطول العدسه بعينه صح، انا لانه قبل كنت البس عدسات كثير بتحس انه خلص صارت تسكر العصب، بطل يمسك الجفن يعني. لا هو انا بحكي على الحمار اللي بصير العين بتصير حمراء، تمدد الاوعيه الدمويه اللي في العين لحتى تاخذ اكسجين زياده. لانه احنا عم نمنع الاكسجين، وخاصه اذا هو نايم مثلا وهو او منطقه مغلقه زي شغلكم هون هيك ودخان وكذا، فهذا كثير مش صح. هو بيقول لك انه بضل قاعد لتخلص او مش تخلص سوري، لا يوصل لمرحله يحس انه عينه بلشت تضايقه بشيلها، وهذا غلط. طب قديش ممكن انا اذي حالي وانا بحط العدسه واشيلها؟ اجرح حالي باظفري؟ بالاظفر ممكن، بالاغلب بالاظافر، مع انه المفروض انه ما يكون الاظفر طويل. احنا دائما بندقق على هذا الموضوع، انه بننصح الصبايا او الشباب انه يكون اظفرك قصير صغير، لانه ممكن بسهوله تجرح العدسه او تجرح القرنيه نفسها. بس هي نفسها العدسه ممكن تجرح لي عيني؟ حسب نوعيه العدسه. هلا الجديد كلياته صار طريقه تصنيع العدسه انه الحواف تبعتها تكون شوي يعني محدبه، مش انه نايف ايدج زي زمان. اول كان في النايف ايدج هذه. طب انا عم بالسوبر فيجن اللي 6 سنين عادي احط عدسات؟ عادي عادي ملونه مش باور يعني الحمد لله. يعني لهلا كثير العمليه ناجحه وكل شيء تمام ممتاز. بس انه ما في مشكله؟ لا لا ما عندك مشكله كونه بعد العمليه. طب اللي عندهم طول نظر بيقدروا يحطوا عدسات؟ هلا في عدسات لطول النظر. ما كان يعني في، انا كنت افكر عادي كله في، بس مش متوفره افايلبل في الستورات يعني في المحلات. بدك تعملي لها اوردر تنطلب. هلا في العدسه اللاصقه صار في لها كل الحالات، حتى اللي عنده استجماتيزم، حتى اللي عنده قصر نظر عالي، اللي عنده طول، اللي عنده طول نظر برضه نفس الشيء، نطلب له اياها اوردر. طب ليش مثلا العدسه لما بتكون يوميه بتكون كثير رفيعه، لما بتكون اسبوعيه انصح شوي؟ نوعيه المواد المصنعه منها شوي. اوكي يعني مش تكون اقل لحتى ما تتحمل. طب اوقات بنشوف هيك رجال كبار بالسن او ختايره او سيدات، يعني ما بدنا نقول بس رجال يزعلوا منا، بيكون لابس النظاره عدستين بعدسه، عدسه كبيره وعدسه صغيره. هلا هذه الباي فوكل، هاي للقريب والبعيد. بتسائب انه نفس الانسان يكون عنده تنتين قريب وبعيد؟ هو بعد سن الأربعين اتفقنا انه يكون عنده طول نظر، هذا طبيعي. هلا اللي عنده طول نظر
طبيعي اللي صار طبيعي بعد الأربعين ممكن يكون هو بيلبس نظارة للبعيد من الأول يعني من صغره من شبابه وشيء إنه هو من المستخدمين على النظارة من أول ولما يكبر بده يصير عنده طول النظر فهلا صار عنده طول نظر وصار عنده قصر نظر يعني البعيد عنده مشكلة والقريب عنده مشكلة طب وين بيشوف بالنص يعني إنه هو إيش بيشوف إذا عنده هلا عنده بده يلبس النظارة للبعيد للتلفزيون وللسواق وللحياة العادية للمشي والنظارة هاي اللي هي الفلقة الصغيرة اللي بتكون تحت هاد لحتى يقرأ فيها ويستخدم يعني إذا هو شرح النظارة خلاص ما بشوف إشي مش ما بشوف إشي يعني إذا شرح حسب النظارة حسب الدرجات في ناس في بس تشيل النظارة فعلا ما بشوف شيء أها اللي عنده درجات عالية فعلا ما بشوف شيء من غير النظارة حلو هلا في الباي فوكل هذه برضو تكنولوجيا قديمة هلا صار في أحدث منها اللي هي المالتي فوكل متعددة البؤر هذه بتشوف بعيد ووسط وقريب نفس العين الطبيعية تدرج في الدرجات تبعتها من الكبير للأقل فبالتالي ما بتكون مبينة هاي لأن عشان أنت ما تلاحظيها وتعرفي إنه كبير بالسن فمش مبينة الفلقة هاي مخفية بتكون وبنفس الوقت المشكلة القديمة كان في الإيمج جامبينج بين البعيد والقريب فبتلاقي مشكلة إنه أنا عم بطلع لبعيد فجأة قريب فمش مريحة هلا عملوا عدسة متدرجة فيها أكثر من بؤرة من الوسط لتحت بحيث إنه المريض لو لابسها أو الزبون لابسها أو مستخدم النظارة لابسها بلاش نحكي عنه مريض فهو عم بيطلع عليكي بده يطلع على التلفزيون بيستخدم كمبيوتر بيطلع للقراية فكل المسافات هاي عم بتعالج له إياها النظارة وبنفس الوقت من ناحية جمالية مش مبينة حلو حلو كتير إن شاء الله يكون الجواب وصلك يا حجي إحسان خلينا نروح أنا وياك هيك استراحة غنائية نشرب فنجان القهوة وبعدين نرجع نكمل نحن وأنتوا وراح أفوت وأقرأ تعليقاتكم من الفيسبوك ورجعنا لكم عن جديد مشاهدينا ودردشتنا اللي تحت الهواء وبدنا ننقلها لفوق الهواء اكيد ومكملين نحن وانتم وتعليقاتكم وخليني اشوف شو كانت الاسئله الموجهه لاستاذنا الكريم بخصوص العنايه بالعين والعدسات والنظارات والى اخره في ناس كثير بتتضايق من المنظر اللي بتتركه النظاره تحت العين ما له حل هذا بالنظارة ما لوش علاقة في النظارة أنا مش عارف ليش الثقافة لا دائما اللي بيلبس نظارة بتلاقي في تجويف بيصير عنده تحت عينه مش صحيح ما لوش علاقة يعني النظارة ما بتعمل هذا الشيء النظارة مش عم تضغط على عينك لحتى تعمل هذا الشيء معقول يعني نفسية إحنا هيك بنحس ممكن أما هو إحنا علميا ما في سبب حقيقي لهذا الموضوع حلو طب خلينا نشوف أسئلة المشاهدين سؤال سؤال ونرد عليها بعد إذنك خلينا نبلش من عند صديقتنا اللي بتفوت دائما باسم نعم حاضر بتفوت باسم حبر العيون مرحبا ست ياسمين تحياتي للضيف الكريم العدسات الطبية استخدامها أحسن من النظارة تحياتي للجميع بعتقد نحن جاوبنا على هذا السؤال الناس اللي عندها لايف ستايل معين الناس الرياضيين ما بيقدروش يلبسوا النظارة بيلبسوا عدسات الناس اللي ما بعرف يعني اللي حكينا عنهم عنده حالة معينة بتكون العين تفاوت في الإبصار بين العينتين ممكن يلبس عدسة لاصقة في ناس من ناحية جمالية بحبوش كطبيعة عمله أو شيء ما بتسمحلوش إنه يلبس نظارة أو شيء أما هو البديل الصح النظارة عن نعم النظارة هلا نازلة موضة يا جماعة هلا النظارة أحمد الصلوحي تحياتي إليك ست ياسمين للدكتور العدسات العين مفيدة أم فيها ضرر الاستخدام برضو جاوبنا على هذا السؤال ما تركت لكم أنا أسئلة يا جماعة استخسرت لكم عن كل إشي ذكروني بسؤال هلأ أنا عشان مثلا عاملة السوبر فيجن وكتير استخدام للموبايل والكمبيوتر واللابتوب وهي الأشياء اللي هيك حابة أنه مثلا أنا أعمل شيء يحمي لي العين فعملت نظارة فيها مادة هاي المادة الزرقاء أو الخضراء اللي بتشوفها على الضوء شو كان اسمها؟ البلو كات بسموها لا هو كان ايش ده الانترفليكس ايوه اوكي صح لا هلا في شيء جديد في نيو تكنولوجي يعني وصلوش زمان كثير في السوق نازل اللي هو عدسه البلو كات الاشعه اللي بنخاف منها احنا من السمارت فون او من الكمبيوتر او من اللابتوب من الايباد او شيء ممتازه جدا بتمنع 99% من البلو راي تنزل على العين تعكسها تماما والله. عكس العدسه الثانيه حلو حلو طب هاي كتير منيحة وبتحافظ لي على مستوى أو نظري 6 على 6 حتى لو إنه ما عندك أنت أي مشكلة في العين هاي كفلتر كحماية بس للعين لمستخدمين يعني بني آدم بيستخدم زي زميلكم بيستخدم الكمبيوتر فترة طويلة 13-14 ساعة باليوم بكل لابس العين فهاي الأشعة بتطلع عادة على عينه بتضر العين طبعا أكيد حلو. هاي العدسة حتى لو ما عنده مشكلة في الإبصار ممكن يلبسها كفلتر حماية لا. أوكي لأنه إحنا تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا
او مش تقريبا وصلنا اوريدي، وصراحه كثير الاسئله كانت موجهه لك وتعبناك كثير، بس بدي احكي الاسئله سريعا عشان ما يزعلوا منا. سامي الرائي صديقنا بقول كلنا بنعرف مشاكل النظر في مجتمعاتنا، لكن الدور الصحي غائب عن سلبيات، شو علاقتها بهاي مواقع التواصل؟ هو قصده يعني الادمان على الايباد والكمبيوتر والاشعه الى اخره. اوكي، معتز زيدان ياسمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لك وللاخصائي. عنده سؤال، ليش ما في عنا دور واعي في توعيه المجتمع وخصوصا بموضوع النظر عندما نستخدم السوشيال ميديا؟ يعني يا جماعه نحن لما بنكبر لسن معين ببطل بحاجه لحد يوعينا، لانه المفروض انه احنا واعيين. صحيح. فشكرا يا معتز الزيدان. علي العراقي بعد التحيه، عندي مشكله من 6 أشهر، وهي اذا استمريت بالقراءه لمده 4 ساعات متواصله بصير اشوف الكتاب وبصير موج وبصير في عندي صداع. منيح اللي بتضل يعني انت ركز هيك، ركز ارفع عينك بتشوف الكلمات. بس لازم يعمل فحص لانه بيكون عنده مشكله. طيب لازم تعمل فحص يا علي، رح اختم حاضر. بيقول لك بيتضل عنده هذا الصداع نص ساعه بعدين بيرجع، عملت فحص كان عندي ربع درجه، لما رجعت على الدكتور رفض يعطيني نظاره، عملت تحليل دم كان طبيعي ما في مشكله. يعني ربع درجه من عملها نظاره؟ لا مش شرط، بس هلا هذا بده يكون في عنده مشكله في الجيوب الانفيه اكيد، يعني يفحص جيوب انفيه يفحص شيء ثاني، ما دام انه فحص عيون ما في عنده شيء. بس هي علميا 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 بقولوا لك انت بتكون قاعد على الكمبيوتر او على الكتاب ضلك ريح حالك كل طبعًا. شوي، لانه مش معقول تضلك مركز 4 ساعات بكلمات، فشيء طبيعي حتى الاشخاص تشوفهم عباره عن احرف. فان شاء الله تكون وصلتك الجواب يا علي العراقي، شكرا كثير 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 لك لمعلوماتك، تعبناك معنا اليوم، ما حسينا بالوقت، يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك. اللي عنده اي استفسار او سؤال يراسلنا على صفحتنا واحنا راح نتواصل، نخليه يتواصل مع أستاذنا الكريم. يعطيكم ألف عافية، بكرة رح نحكي عن موضوع جديد، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. إلى اللقاء.